الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم في حال تمارين كتاب التمارين للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني، الفصل 9 الدرس الثامن. السؤال 7، قلنا ما الوقت بعد مرور 9 ساعات و10 دقائق؟ الآن كم الساعة موجود في الدائرة؟ الساعة 10 وكم؟ و20 دقيقة. أوكي، بعد مرور 9 ساعات، نضيف 9 ساعات، 9 وكم؟ 10 دقائق. شو تصير؟ نجمع جمع طبيعي، 0 زائد 0 0، 2 زائد 1 3، تنزل إشارة الساعة، 0 زائد 9 9، 1 زائد 0 1، وصلنا إلى 19. نرجع إلى الدائرة، كم؟ 19 ونص. كم الساعة 19 ونص؟ شو تصير؟ وصلنا إلى 12، عدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. كم الساعة يعني؟ تصير الساعة 7 ونص. السؤال رقم 8، ما الوقت بعد مرور 3 ساعات و50 دقيقة؟ عادي نضيف كم الساعة الآن موجودة؟ الساعة 9 و30 دقيقة. اوكي، الساعة 9 و30 دقيقة، بعد مرور نضيف عادي 3 ساعات. شوف 3 ساعات نضيف تحت الساعات، لا تنسى 50 دقيقة نضيف تحت الدقائق، ونجمع 0 زائد 0 0، 3 زائد 5 8، 9 زائد 3 كم؟ 12. أول شيء قلنا إحنا قبل ما نبتدي في السؤال اللي قبله، قلنا إن الساعة تساوي كم؟ 60 دقيقة. بمجرد ما نشوفها ما نخليها 80، الآن صارت أزيد من 60، الساعة 60، ناخذ 60 هذه ونحولها إلى ساعة، شو تصير؟ أخذنا من ناخذ 80 ناقص 60، شو تساوي؟ 0 ناقص 0 0، 8 ناقص 6 كم؟ 2. شو اللي باقي؟ باقي 20. حولنا إلى ساعة هنا، شو تصير؟ الساعة 2 زائد ساعة اللي حولناها تصير 13 1. أوكي، شو تصير؟ تصير 13. نرجع للدائرة، كم؟ وصلنا إلى 12، عدينا من 1 إلى 12 13، تصير عليه على الساعة 1 و20 دقيقة. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.